خلال الأسبوعين الماضيين لم يهدأ هذا القصر، قصر باكنغهام، فما لبثت أن تنطوي حادثة العنصرية التي طالت مساعدة الملكة إليزابيث الراحلة، حتى أعلنت منصة نتفليكس عن وثائقي هاري وميغان. هذا الوثائقي الذي تصدر عناوين الصحف كافة بلا استثناء، وهو ما قد يتسبب بصداع للعائلة الملكية التي عادة ما تتجنب الحديث في أمور العائلة الخاصة. It's really hard to look back on it now and go, what on earth happened? You hear that? That is the sound of hearts breaking all around the world. Coming, a royal rock star. ضجة بدء بث الحلقات الثلاث الأولى لا تقل عن ضجة الإعلان الترويجي الذي تزامن مع زيارة ويليام وكيت إلى أمريكا، فآراء الثنائي في العائلة المالكة استنفرت مؤيديها لا سيما في وسائل الإعلام. صحيفة المترو ذائعة الصيت والتي توزع في القطارات شنت هجوما عنيفا على هاري وميغان، سائلة إياهما هل تضعان المال قبل العائلة؟ وأجابت عنهما قائلة إنه السؤال الذي لن يجيب عنه. صحيفة الديلي إكسبرس لم تكن أقل حدة على صفحتها الأولى أيضاً، فإلى جانب صورة لهاري والملكة الراحلة طالبت بإيقاف ما وصفته بالخيانة للملكة. الديلي ميل والديلي تيليغراف وصفتا الوثائقي بأنه ضربة لإرث الملكة الراحلة، في حين تحدثت التايمز عن انزعاج القصر من الوثائقي وما تضمنه. Yeah, there's leaking, but there's also planting of stories. There was a war against Meghan to suit other people's agendas. وينتقد هاري في المسلسل صحف التابلويد بشدة، كما ينتقد رفض العائلة حماية ميغان من ملاحقة الإعلام لها، بحجة أن هذا ما يحدث لكل اللواتي يرتبطن بالعائلة. ويتحدث هاري عن فخره بأن أطفاله مختلطو العرق، وكيف أنه فعل مثل ميغان وترك كل شيء لأجلها. أما ميغان فتبدو شديدة النقمة على العائلة، حيث تقول إنها مهما فعلت كانوا سيجدون طريقة لتدميرها. في الوثائقي يبدو هاري مأخوذاً بوالدته وبالتشابه بينها وبين ميغان، من حيث التعاطف والحنان ومن حيث الثقة والدفء. هاري يقول إنه سيفعل ما بوسعه لتجنب تكرار سيناريو والدته مع عائلته الحالية، هو لا يريد للتاريخ أن يعيد نفسه، وربما ذلك هو المفتاح الذي أدخله قلوب الكثيرين الذين أحبوا ديانا. لصباح العربية من لندن، عروب عبد الحق.